السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. براد عناوين الصحف السودانية الصدر صباح اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021. نستهل بصحيفة الانتباه بحالة وكيل نيابة ازالة التمكين للتحقيق بسبب عربة الخمور. الأطباء الشرعيون المستغلون، نتعرض لضغوط سياسية وأوقفنا إجراءات دفن ودعكر. 4 نقابات تقدم مذكرة لحمدوك لإغالة وزير الثروة الحيوانية. طلب لإحالة قضية الخلية الإرهابية إلى محكمة عسكرية. انتهاء أزمة الجوازات وتسليمها خلال أسبوعين. اليوم التالي: إزالة تمكين تطالب المالية بتوفير 28 مليون جنيه شهريا. برما: عمل إزالة تمكين قانوني وتتعرض لحملة ممنهجة. توجيه الاتهام لعلي عثمان في قضية العون الإنساني. تأثر مراكز غسل الكلى بانقطاع الكهرباء ومطالبات بزيادة الوقود. قمة رئاسية بين السودان وتشاد تناقش الإرهاب ومحاربة الجماعات المتطرفة. صحيفة الصيحة: وزير الطاقة: إيرادات شركة الكهرباء تورد للمركزي. قيادي بالتغيير: أطراف داخل الحاضنة لا ترغب في وحدة التحالف. مصرع امرأة وابنتها إثر الرياح وأمطار في سنار. شركة السكر: ارتفاع الأسعار سببه مضاربات التجار. لجنة التفكيك بالجزيرة تنهي خدمة 14 ممن تغلدوا مناصب دستورية. الحراك السياسي: لجنة المفقودين الفل والوراء تقدس الجثامين. إلزام المستثمر وطنيا أو أجنبيا بتشغيل 80% من مواطني منطقة المشروع. وجد صالح: لن أهادن وأعرف ميقات الزرع والحصاد. استغالت مدير بحوث الثروة الحيوانية واللجنة التنسيقية تطالب بإغالة آخرين. الأمن والإرهاب على رأس أجندة مباحثات سودانية تشادية بالخرطوم. جلاب: وجود عقار في السيادي غير شرعي وطالبت بإبعاده. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرر متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.